بيغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة، الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة، يقدر يرشح نفسه في انتخابات. الواد ده ملامحه مش غريب عليا تقريبا كده، انا بشبه عليه انا كمان. وبعدين بقى عم ايه ابن الذين ده شكله هرشني. عرفته انتوا فاكرين الواد اللي اسمه يوسف منصور اللي هو كان طلع في كام فيلم كده وكان بيلعب كاراتيه وبعدين اتقفش اختفى يعني؟ يا سلام يا سلام عليك يا هيصة، يوسف منصور هو ده اتنسي؟ ده كان بروس للضرب الاحمر. الحركه اللي بيعملها دي بقى كان اسمها حركه التنين المقفع. التنين المفلطح يا هيصة هو ده اتنسي؟ بس المؤاخذه يا هيصة يعني ايه العلاقه بين الحركه دي وبين الطيران؟ مش فاهمني انت يا بخه برضه. ما هو المقاتل اللي يعمل حركه زي دي اكيد يكون مخاوي، دي من اساسيات الساموراي. ايه ده؟ انت قصدك ان الجن بيساعدوا على الطيران؟ طبعا. لا 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 لا، الكلام ده مش صحيح. الواد ده انا عارفه كويس قوي، اتعامل معايا واتعاملت معاه. يا دي النيله، الواد بخه ده ابن شياطين وهيفقسني. عارفين الواد ده مين؟ مين؟ سنجق. سنجق مين؟ يا هيصة، سنجق الصبي بتاعي اللي كان صبي عندي من سنتين. الواد ده كان حدوته، كنت اديله 10 مناطيل وست قمصان وست كفيات واربع عبايات وجوز جزمه بالمره. الواد ايه؟ يروح وبعد 5 دقايق يجي لي يقول لي يا معلم انا خلاص وصلت كل الشغل، عايز حاجه تاني؟ الواد ده كان طياره. كان واد ابن حلال. بانه اتحرق منك؟ يابا اتحرق مين وطار مين؟ انتوا مش واخدين بالكوا ان الواد اللي نط من البرج ده هو يبقى الدكتور بيرا صاحب عصفور؟ صدقي عندك حق يا نتاشا، ميجي عصفور لازم نساله عن الموضوع ده. الواد ده بيختفي فين؟ يا ترى الناس دي لو عرفت ان انا الرجل العناب هيكون ايه رد فعلهم؟ بعد اذنكم سؤالي بس، ممكن يا عم هيصة ممكن نكمل بس مع عم صريح؟ اللامعه القمر سلمى اللي كانت في قلب الحدث وشافت كل اللي حصل بعينيها. اهلا يا سلمى. اهلا بحضرتك. منوره يا حبيبتي. بوجود حضرتك. يا ريت يا سلمى تحكي لنا عن كل الوقائع الخاصه بقفزه بيرم وعن هذا الرجل العنابي الذي ظهر فجاه في سماء القاهره. في الحقيقه النهارده انا كلامي منقسم الى شقين. كلامك منقسم الى شقين، ولاني راجل مرتب أحب أعرف إيه هو الشق الأول أولاً؟ الشق الأول خاص بي كمراسلة محترفة. والشق الثاني. طب أنا سألتك يا سلمى؟ طبعاً. ولا هتكلمي لوحدك؟ لا. يا ريت نعرف يا سلمى يا قمر، ما هو الشق الثاني؟ الشق الثاني خاص بي كبنت مصرية عاشقة لتراب هذا الوطن. الله عليك، يسلم فمك، واضح انك تأثرت بيا جدا. وانا احب ابتدي بالشق الخاص بعشق تراب هذا الوطن، لاننا كلنا بنعشق تراب هذا الوطن. سلمى انت قمر ومنوره كل حاجه حلوه، عشان كده اتفضلي كملي.
هذا الشاب الطائر قدر انه يعبر عن جيل كامل اللي هو انا منه، لانه خلانا نعمل حاجة ما كناش قادرين نعملها بقالنا سنين. خلانا نعمل حاجة بقالنا سنين مش قادرين نعملها. ممكن اعرف ايه هي الحاجة دي؟ خلانا نبص لفوق وكسر وحطم المثل البائد اللي بيقول اللي يبص لفوق يتعب. اللي يبص لفوق يتعب؟ لا ما يتعبش. كفاية يا بنتي كفاية، ما تصحيش الجروح اكتر من كده. انا بقول لك وبقول للساده المشاهدين وبعترف اهو، ما انكرش ان انا وجيلي كنا على طول بنبص لقدام، عمرنا ما فكرنا ان احنا في يوم من الايام نبص لفوق. الذنب مش ذنبك، دي منظومه كامله. يا ريت يا سلمى نتعمق اكثر. هل هذا الرجل حقيقي؟ هذا الرجل حقيقي. اتكلمت معاه؟ الكذب خيبه. لا كدب خيبة لأ. بصتيله؟ بصلك؟ يعني حصل بينكو أي حاجة ملاغية كده على الهوى؟ يعني في الحقيقة كان فيه تبادل نظرات. كان فيه تبادل نظرات؟ إعجاب ولا حب؟ أنا إعجابي بيه شيء ما خجلش منه، لأنه بطل وقدر ينقذ حياة شاب من الموت. الرجل العنابي رجل كل بنت في مصر تتمناه. رجل العنابي كل بنت في مصر تتمناه. سؤال محرج جدا، انت منهم؟ انا اولهم. عصفور، اعوذ بالله من غضب الله، عايزه ايه يا قرطاس النكد؟ مالك يا اخويا، شفت عزرائيل ولا ايه؟ انا متاكد يا ناتاشا ان لو شفت عزرائيل هيطلع عنده قبول عنك. مش الواد اللي رمى نفسه من البرج ده هون يبقى الدكتور بيرا صاحبك؟ هو بيرا، بس مش حاطط ايدي على البال. فعايزه توصلي لايه يا اخويا؟ مش عايزه اوصل لحاجه، انا بس كنت بحذرك منه. واضح ان الواد ده يعني عنده بتاع 3 ارباع كده طاير منه، انا قلت بس تخلي بالك. طب يا ست احنا متشكرين قوي على النصيحه الغاليه دي، بس انا مش فاضيلك يا نتاش، انا عايزه اطلع انام. استنى بس، انا في حاجه تانية بصراحه كنت عايزه اقولك عليها. بس ورحمه ابوك يا شيخ، ورحمة ابوك ما تتهورش. ان جد يا ناتاشا عايزه تقولي ايه؟ اصل ايه يا ناتاشا؟ ما تنطق، انا مش فاضيلك. اصل حاول يعكسني عصفور في المستشفى. طب وبعدين يا ناتاشا؟ وبعدين بقولك حاول يعكسني عصفور. بص يا ستي، انا هشرح لك عشان تحط ايدك على البلف وما تعصبيش نفسك. بيرم ده اصله نظره ضعيف وبيلبس نظاره، وبعدين ده ماشي مع قردة اسمها شفيقه. فنستشف من الموضوع ده ايه بقى؟ ان هو بيحب الستايم بتاع القرود بتاعكوا ده، فما تعقديهاش قوي يا ناتاشا كده، وكله بالحنيه بيفك يا اختي. اه تصبح على خير اياتها الشمطاء. الهي يا رب تتسخت قرد يا رب. كلام العربيه ب 30,000 جنيه. 30,000 جنيه يا فندم؟ انا مش فاروق بيه، انا بضحك. كلها 5,000 جنيه والعربية اتلمت حرفيين. خلاص يا مدحت، بقول له كده خلاص. ماشي. شيكت على الحجز الرجالي؟ كله تمام والعدد مظبوط. انت قلت حاجة؟ لا يا فندم. ايه الصوت ده يا مدحت؟ ده جاي من حجز حليم يا فندم. افتح. مين فيكم اللي كان بيتكلم؟ انا باشا. كملي. اول دو... لا لا لا، حته السيسبان. السيسبان اشتكى الورد، قال ده مين يا لالي؟ ده العناب، افتحوا ده العاشق المسكين يا لالي. اسمك ايه؟ رباب. اهلا يا رباب. اهلا بيك يا باشا. مين دي يا مدحت؟ دي واحده جايه في التحريات وتمشي بكره الصبح ان شاء الله. لا ما تمشيش يا مدحت. تمشيش ازاي؟ ما اعرفش يا مدحت، اتصرف، ما تدخلنيش في تفاصيل. احسنت يا رباب. تشكر يا باشا. تجديد 4 ايام. منورانا يا رباب. اقفل يا ابني. انا فخور بيك يا بيرم، بس خد بالك دي البدايه. الشطاره بقى يا ناصح، ازاي تعرف تدير مشروعك وتحافظ عليه؟ بس انا عندي مشكله دلوقتي يا دكتور، ان الولد ده لو اتكلم ممكن الناس تهرش ان عصفور، خصوصا انه ليه طريقه كلام حقيره جدا، طريقه مميزه، غير ان هو قلدك في الخين في السين. اه طب اقول لك، جربت معاه حمض الدوريمي؟ واضفت له كمان السولا سي دو، بس جاب نتيجه عكسيه. انا مش فارق معايا دلوقتي ان صوته يتغير، المهم بالنسبه لي اني اخفي اللدغه. لدغه السين، السولا سين. اه
العبها تكنولوجيا. قصدك عن طريق المسح الحنجري المبولي؟ بالظبط، العبها تكنولوجيا وادمجها بالبدلة بحيث ان اللدغة تروح له بس وهو لابس البدلة. يا حبيبي اتفضل يا صريح بيه اتفضل. شفت بيحبك قد ايه؟ شفت جايب لك الشوكولاته اللون اللي بتحبه، ذهبي في احمر. ايه يا بيرو يا حبيبي يا قمر يا منور، كل حاجه حلوه، الف حمد لله على السلامه عليك. ازيك يا بيرو؟ رد على عمو كويس يا حبيبي، هروح اعمل لكم حاجه تشربوها. اتفضل يا طم. ايه يا بيرم؟ ما بتردش عليا في التليفونات ليه؟ معلش يا انكل، انا كنت تعبان شويه من اللي حصل لي النهارده. كده برضه تخضنا عليك؟ لا 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 لا، معقوله؟ اما الافزاز والعبقره اللي زيك يموتوا نفسهم هيفضل ميل للبلد دي؟ عز الدين عتاقي والحرامية اللي زيه، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ كان ايه اللي حصل لده كله؟ كان عندي أزمة نفسية عشان اللي فاطمة عملته. فاطمة؟ منطق؟ أمك دي قمر ومنورة بكل حاجة حلوة. أمك؟ أمك دي أشرف ست في الدنيا. ده أنا شخصياً ياما حاولت معاها بعد ما أبوك مات على طول وهي رفضت تماماً. حاولت إيه معاها؟ ها؟ حاولت ايه معاها؟ حاولت اجوزها، جبت لها عرسان كتير قوي لكن هي رفضت. عارف رفضت ليه؟ عشانك انت واخوك ابنودي. انت ايه مخك راح لفين بالظبط؟ لا مش حلوه منك دي، الظاهر ان هوا البرج خطف برج من دماغك. الظاهر. على العموم يا انكل انا بشكرك على مجيتك النهارده. لا معلش، انت هتيجي تشكرني بالليل على الهوا. على الهوا ازاي يعني؟ هتطلع معايا في البرنامج بتاعي، البرنامج الشهير الجميل الفيل عالضر فيل. فيل ايه وضر فيل ايه؟ مش هطلع انا في برامج. انا اعلنت خلاص ان انت هتطلع معايا في البرنامج، الناس عايزين يسمعوا منك يعرفوا ايه اللي انت شفته بالظبط. اعمل معروف يا بيرم يا ابني، ده في اعلانات محجوزة بالشيء الفلاني على قفا الحلقة دي. اعلانات؟ قلتلي بقى في اعلانات. لا احس كده بقى انا مش هينفع اصغرك. ماشي، بس انت كمان ما تصغرنيش، انا هطلع معاك بس هحتاج مواصلاتي. ايه شغل النقاشين ده؟ لا مش حلوة منك دي، بس ماشي يا سيدي ماشي. انا هكتب لك شيك ب5000 جنيه. حلو 5000 جنيه؟ حلو قوي. اهو على بركة الله، 5000 جنيه مصري فقط لا غير لحامله. مش انت حامله؟ حامله. صريح فيه. تفضل يا حامله. لا يا حامله، ثانية واحدة ركز معايا. ايه ده؟ يلاقي ازاز من نصين كده، النص التاني تاخده بعد الحلقة ان شاء الله. وده يتصرف كده؟ انت صرفت شيكات قبل كده؟ عمري. طيب هيتلحم وتصرف حياتي خالص. بعد ما طرت فوق اتذكرت جملة سمعتها قبل كده من الفنان عادل امام في فيلم طيور الظلام، اللي يشوف البلد دي من فوق غير اللي يشوفها لمؤاخذة من تحت. الناس كلهم مستقلين بيا، مع ان انا في ثانية لو اعترفت ان انا الرجل العنابي هيحملوني فوق الاعناق ويهللولي كمان. دنيا حظوظ، مش قادر احط ايدي على البال في دنيا. عصام كريكة اللي يقعد كده بورقة وقلم ويتعلم مني الغنى نجم نجم، وانا يا دوبك رقاص وراه. بس كل ده مش مهم خالص، انا الشخص الوحيد اللي يهمني انه يعرف هو سلمى. سلمى وبس. شبيك لبيك.
رجل العناب بين ايديك. خدني اي مكان نبقى لوحدنا فيه. انا شقتي فاضيه، ما تيجي ونجيب مليجي. لما ياض بدل ما لب. انا اسف قبل سلمى، كنت مفكرك كاثره. طب يلا قولي هتاخدني على فين. رجل خارج زيك يقدر يروح اي حته في العالم، اشمعنى هنا؟ حاسه تضايقني يا ابله سلمى لو قلت لك ان الرجل العناب ما بيرتاحش الا هنا في اسكندريه. بجد؟ بجد يا ابله سلمى. كوبايه شاي على كوبري ستانلس او حتى هنا في المتنزه ابرك 100 مره من 100 عصير برتقال في برج ايفل. شورت فوسفوري عليه مراكب من شارع خالد بن الوليد ابرك 100 مره من 100 بنطلون من شارع الشامبليزيه. انت كبرت قوي في نظري يا النابي. وبالمناسبه السعيده دي انا كنت عايز اغني لك غني. غني يا النابي. انا هقول حاجه للاستاذ احمد زكي من فيلم الاستاذ حليم. الله، انا بحب قوي اغاني احمد زكي. طب اسمعي. والناس بيلوموني وعامل يا سلمى عايزين يحرموني منك ليه يا سلمى. الله، صوتك حلو قوي. انت عارف صوتك بيفكرني بواحد اعرفه كويس قوي. عصفور. ايه ده، هو انت تعرفه؟ عصلك على الدغري كده قبل سلمى. انا كنت عايز اعترف لك اعتراف. قول يا النافي. انا عصفور قبل سلمى. وانا كمان عالسكة وعلى الدغري يا عصفوري. عايز اعترف لك على حاجة. قول يا ابله سلمى. انا بيرم اروح امك. ايه يلا عصفور، مالك في؟ انت بتحلم ولا ايه؟ حلمت حلم حلو وكابوس قوي في نفس الوقت. كنت بحلم مع الايانا كورنيش وبعدين سلمى وبعدين انا. بحكي لك ليه؟ انت كنت معايا. طب قوم خش البس البدله، هتوصلني مشوار. طيب وما كلمتنيش في التليفون ليه؟ ما انا قلت الاول ناكل لقمتين سوا وبعدين اروح. ما تبعت تجيب لنا سندوتشين كبده. البت نتاشة تلاقيها اتخمدت من بدري. انا فعلا وانا طالع لقيت عربيتها مقفوله. بقول لك يا عصفور، نتاشة دي والله انا شايفها بنت حلال. انت ما بتتجوزهاش ليه؟ ترضاهالي انت يعني؟ ارضالك ايه؟ ترضالك اتجوز قرطاس النكد دي؟ نتاشة ازاي يعني؟ بص يا دكتور، على قد ما البت دي وحشه على قد ما بتصعب عليا. قدر انت ربنا خلقك بيت وشبه عم هيصه، هيبقى ايه الوضع ساعتها؟ عين العقل، والله يا ابني عين العقل اللي انت بتقوله. نتاشا يا راجل وقرفيه. دي بقى ياما يا دكتور. اه وانت ستايل ياما. اه قوم يا عصفور، قوم ربنا يهديك البس البدله. يلا اعمل لك شاي. اعمل شاي. ماشي مستعجلين. بقى ياما. انا عايز تحريات عنه بسرعه. ازاي يا فاروق حاجه تحصل زي كده في البلد وانتوا تبقوا نايمين على ودانكم؟ أنا برفض الكلام ده سعادتك. سعادتك عارف إن إدارتي من أكفأ الإدارات في الوزارة، بس ده موضوع جديد علينا. أنا عايز ملف العنابي ده يجيني من يوم ما اتولد وبأسرع وقت. أنا ابتديت فعلا سعادتك وشكلت غرفة عمليات أنا رئيسها، ومعايا ضابط كفء هو أول واحد شاف الرجل العنابي. اسمه إيه الضابط ده؟ تيسير فهمي. تيسير فهمي إيه يا ابني؟ تيسير فهمي دي ممثلة. مش الممثلة سعادتك، تيسير فهمي الضابط، وده ابن اخويا. هتوصلني فوق سطح القناة وتستناني اخلص البرنامج وترجعني. لا معلش يعني لا مؤاخذة يا دكتور، اتصرف لك في ركوبة غيري النهاردة. ليه وانت هتروح فين؟ عندي مشوار كده. مشوار ايه؟ زي ما تقول كده يعني راح اقابل. تقابل مين بالبدلة؟ راح اقابل يا سيدي احلى واحدة خلقها ربنا. دي احلى واحده خلقها ربنا. حلم عمري، حلم عمري اخدها على ظهري واطير بيها يا دكتور. ايه حلم عمرك تاخد دي على ظهرك وتطير بيها؟ دي هتاخد حلم عمر انا وتقع بيه. مفيش خروج مع العنابي. عايزه تخرج تخرج مع عصفور. عايزه تخرج تخرج مع عصفور. عايزه تخرج عايزه تخرج تخرج مع عصفور. فهمنا خلاص، هتنقل اقلع البدله وخرجها مع عصفور. ما هي اكيد مش عايزه تخرج مع عصفور، اكيد هي عايزه العنابي. لا ما تقلقش، في دماغي خطه، لو مشيت هترضى تخرج مع عصفور. طب بس سيب. ايه ده؟ ايه القذاره دي؟ ايه في ايه؟ ايه القذاره دي؟
معلق لي جراب موبايل في بدله سوبر هيرو يا رمه. وانت عايزني انا احطه فين؟ ما انت كمان عامل بنطلون سوبر من غير ما تعمل له جيوب. اه لا صح انت انا بي ايوه خلاص ما تتكلمش. انا بي بيقى ما تتكلمش يا عم. طب يلا يا اخويا يلا يا اخويا. طب يلا خلاص انت كده لا مؤاخذه يا دكتور نسيت انك ما بتطيرش. اركب ابو دي شغلانه. اه بنت نتاشا بقول لك ايه ثانيتين بالظبط وتكلميني على تليفوني. سلام. الو اه رجل عنابي ازيك يا لا عامل ايه؟ ايه؟ لا مش سامع كويس صوتك مش واضح. انت طاير في حته ما فيهاش شبكه ولا ايه؟ لا كده كويس. عامل ايه؟ اه وحشني وربنا. انت غطان فين ياد بقالك كام يوم؟ عم هيصه. اه لا جايب العشاء وجاي على طول اهو. ازود المخلل والسلطات. ماشي يا عم هيصه. السلام عليكم. قبل سلمى يا صباح الصباح واللي جاي احلى من اللي راح. انت بتعمل ايه هنا يا عصفور؟ لا ابدا كنت بجيب العشاء لعم هيصه ومروح. بس تصدقي وربنا انت بنت حلال يا قبل سلمى. خير. جبت لك فضيحتين عن عصام كاريكه الاثنين اكثر من بعض. سيبك انت من كاريكه. بقول لك ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ ما بقول لك كنت بكلم عم هيصه. كان مستعوقني عشان مروح متاخر. امسكي كده العده قبل سلمى قبل ما اطلع لك الخبرين. الخبر الاول بيقول يا ترى مين اللي بيتصل يا قبل سلمى؟ الراجل العنبي يا عصفور. هو ايه الحكايه يا عصفور؟ على السكه وعلى الدغري. على السكه وعلى الدغري يا عصفور. انا هقول لك على كل حاجه قبل سلمى. ماشي. هو صاحبي قوي بس هو يعني محلفني ما اقولش لحد. ما تخافش يا عصفور انا مش هقول لحد. اوعي والنبي يا قبل سلمى لحسن ده لو عرف هيزعل مني ياما. بقول لك ايه يا عصفور؟ ما بلاش قبل سلمى دي، يعني احنا بقينا اصحاب زي ما بقول لك يا عصفور قول لي يا سلمى. يا خراشي يا خراشي على عسل عسليه. مساء الخير. مساء النور. تمر فعلا تحت الركبه. انا عايز اكل باستا. تحب الباستا بايه؟ في عندي باستا على بوتينسكا، في عندي باستا على ربياتا، في عندي باستا على فونجي، في عندي باستا على فوتيتشيني، اللي انت تؤمري بيه تحت امرك. انا عايزه على فونجي على بني. عيني تحت امرك. سعادتك تؤمري بايه؟ ها؟ لا انا اخد واحد على زبادي على خلاط، لو ما فيش على زبادي على خلاط هات لي واحد على شاي على سكر بره. لا سعادتك انا مش فاهم. انا دبخت ولا ايه؟ يا عم هات لي اي حاجه ساقعه يا عم، هو انا في امتحان فرنساوي. تحت امرك. ايه ده؟ عصفور ممكن اطلب منك طلب؟ وامورينا يا ست الكل. ممكن تعمل لي خدمه وتعرفني على الراجل العنابي عشان اعمل معاه حوار؟ مين ده اللي تعملي معاه حوار؟ ده الراجل العنابي ده صايع وابن حنت وما تعرفيش تاخدي معاه حق ولا باطل. يا عصفور بقول لك حوار صحفي عشان خاطري بقى يا عصفور وحياتي عندك. حلفتيني بالغاليه. طب خليني اقلبها في دماغي وارد عليك كمان يومين ثلاثه. لا انت قول له هو مش هيمانع. مين ده اللي يمانع؟ الكلمه كلمتي والشوره شورتي. خليني بس اقلبها في دماغي وان شاء الله خير. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل الجميل الفيل عضر فيل. وزي ما وعدتكم إن هيكون معانا النهاردة الشاهد اللي تعامل مع الرجل العنابي. أنا كالعادة وفيت بوعدي. أهلا يا دكتور بيرم وألف حمد لله على سلامتك من الانتحار. الله يسلمك يا انكل صريح. الحمد لله كانت وزة شيطان وربنا عدها على خير. كانت وزة شيطان والحمد لله عدت على خير. ازيك يا بيرم وازاي امك؟ ام مين؟ امك يا بيرم. طمطم ايه؟ عامله ايه طمطم؟ يا بيرم انت نسيت اسم امك ولا ايه؟ لا هي كويسة كويسة وبتسلم على حضرتك. أم كويسة وبتسلم على حضرتي. بص بقى يا دكتور بيرم أنا مش هسألك أنت النهاردة. ألو أيوة يا عمي. لا أنا في البيت. بقول لك إيه؟ افتح التلفزيون صريح الفيل مستضيف بيرم في حلقة هايلة. صريح ده فعلا أثبت إنه محاور محنك. محاور محنك. صريح الفيل قدر يوصل لبيرم وانت قاعد في البيت يا بروتا. حاضر حاضر يا عم ناصر. وانت راكب على ظهر العنابي طول المسافة دي
ما كنتش خايف تقع؟ لا الحقيقة أنا ما كنتش خايف أقع، لأن اللي راكب على ظهر العنابي مستحيل يقع. يعني اسمح لي أمثل لحضرتك الوضع، ممكن أزيح الحاجات دي؟ دوس يا ابني دوس، عيش براحتك. طب حاضر الفيل بتاعي بس حاسبك فيه. ماشي. أيوه. هنفترض إن المكتب ده هو السما، السما اللي طاير عليها العنابي. المكتب ده السما ماشي. بالظبط، وأنا الرجل العنابي. الرجل العنابي بيبقى طاير في الوضع ده. بالظبط كده. ركز معايا في الحته دي عشان الحته دي مهمه. معاك. بيبقى طاير كده وعامل ايده كده. ماشي. بص بقى على سمانه رجلي. بيرفع سمانه رجله في وضع 90 درجه عمودي على الفخدتين كده اهو، زي ما انا عامل كده اهو. بحيث ايه بقى ده بيخلي ايه؟ بيخلي اللي راكب على ظهر العنابي ساند بظهره على السمانتين. يبقى استخدمنا السمانتين ايه؟ منها مسند للي قاعد، ومنها امان علشان ما يقعش. وعشان كده انا بنتهز الفرصه دي وبشكر البني ادم المخترع العبقري صانع هذا العنابي على اتقانه في عمله وعلى حرصه الشديد على صحه وسلامه الركاب. يسلم في امك يا دكتور. الراجل ده بقى انا احب اتفرج عليه قوي في قلب التلفزيون، بيقول كلام بيكيفني، بيفهم في كل حاجه. انا مش فاهمه اي حاجه من اللي بيقولها. ولا انا. ايه ده؟ ايه ده؟ ومرة تانية رجعنا لكم بعد ما الدكتور بيرم رجع لكرسيه ربنا يهديه. الدكتور بيرم الراجل العنابي وهو بيوصلك اكيد اتكلمتوا مع بعض. السادة المشاهدين عايزين يعرفوا اتكلمتوا في ايه؟ قالك ايه؟ قلت له ايه؟ صوته كان عامل ازاي؟ كان كده ولا كده ولا ازاي يعني؟ لا الحقيقه هو صوته عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه مميزه زي اي بني ادم عادي. بس هو المميز في صوته قوي الاكيد ان هو مش ألدغ في السين. الرجل العنابي مش ألدغ في السين. اول معلومه تخص برنامج الفيل عضر فيل. اتفضل بيرم كمل. كمان هو من حس الكلام هو كان قاعد يتكلم طول الطريق وهو معايا، ما ادانيش فرصه كهوس. الحقيقه رغاي جدا، عامل زي سواقين التكاسي كده. الرجل العنابي رغاي جدا زي سواقين التكاسي، وانا من هنا بعتذر لكل سواقين التكاسي. ولو في اي سواق تاكسي عايز يرفع على البرنامج قضيه اقول له لا، ارفع القضيه على بيرم، لان الكلام على مسؤوليه بيرم. كمل يا بيرم يا حبيبي اتفضل. ماشي. الحقيقة أنا لما اتكلمت معاه أنا صدمت. بيرم لما اتكلم مع الرجل العنابي صدم، ودي تاني معلومة تخص البرنامج. دكتور بيرم لماذا صدمت؟ أقول لحضرتك، أنا لما اتكلمت معاه حسيت إنه بني آدم مش مكمل تعليمه، بني آدم جاهل سطحي تافه. إزاي يعني؟ أقول لحضرتك، يعني طول ما أنا طاير على ظهره كان بيحاول كده يخبي وشه ويلعب في مناخيره، غير ان هو طول الوقت كان بيتفرج على البنات ثانوي اللي خارجين من المدارس تحت وبيعاكس فيهم. الله يخرب بيتك يا دكتور، اوعي تصدق الواد الكذاب ده. انت منفن عشان النبي صاحبك، انت مش لسه بتقول ان انت بتسمعه وان هو بيفهم في كل حاجه؟ يا ستي ولا تزعلي نفسك، انا كمان كذاب. الله يخرب بيت امك يا دكتور. معقوله يا بيرم؟ معقوله اللي عنده كل الامكانيات الفظيعه دي هل يعقل انه يكون بالصفات السيئه الوحشه اللي انت بتقولها دي؟ ما هو ده يا انكل صريح يخلينا برضو نستشف ان الرجل العنابي ده اكيد طاير بريموت كنترول. ريموت كنترول؟ هل تقصد ان الراجل العنابي ده حاجه صناعيه زي الطياره بدون طيار او الحماره بدون حمار؟ بالظبط كده، الرجل العنابي ده طاير بريموت كنترول. الرجل العنابي يطير من خلال ريموت كنترول. كمل. انا هكمل بس ما تتكلمش بقى انت لاخر البرنامج عشان انا اتخنقت منك. اللي عايز اقوله ان الرجل العنابي ده مش طاير بذاته 100%، في شخص وراه، شخص مثقف متعلم عبقري. الحق يا عصفور ده بيتكلم عليك وبياخد له قرارات. على يمين تقصد الرجل العنابي؟ بص يا ابله سلمى، على السكه وعلى الدغري كده، انا كنت هقول لك على الحقيقه بس خفت لا مؤاخذه ما تصدقنيش. بالعكس، ده انا اول ما شفتك قلت ان انت عبقري، واكيد انت ورا اختراع الرجل العنابي. انت مش فاهم انت كبرت في نظري قد ايه؟ كبرت في نظرك؟ يسلم في امك يا دكتور بيرم.
قائد البرنامج. ايوه معانا منى من بنها بتقول انك زي القمر يا بيرم. مرسي على ذوقك يا منى، ده انت اللي قمر ومنوره كل حاجه حلوه. هي بتقول لك بيرم. اه ما انا خدت بالي ونقلت للي بعدها. في جلال بقى من الشرقيه بيقول منور قوي يا فلافيلو انت وبرابيرو، ده انت اللي منور يا جلاجيلو. عموما وصلتنا وجهه نظرك يا دكتور بيرم، وانت نورتنا النهارده، وانا والساده المشاهدين كان نفسنا ان احنا نقعد معاك اكتر من كده. دلوقتي هننتقل الى المسابقه الرسميه اللي دايما بنعملها في نهايه برنامجنا، واحنا تعودنا ان ضيفنا هو اللي يقول للساده المشاهدين المسابقه. بيرم اتفضل عشان تقول للساده المشاهدين المسابقه. امسك بس الكاميرا بتاعتك اهي. ها خد كاميرتك كده سنتر لنفسك وقول. اتفضل قول يا ده. مش هقول انا المسابقه التافهه دي. يلا بيرم يلا حبيبي يلا الساده بالله كده قول المسابقه للساده المشاهدين قاعدين مستنيين. ها يوجد اربع اختلافات بين الصورتين. انا الصورتين الصورتين بتوع مين؟ بتوع مين الصورتين؟ ما تقرا اللي مكتوب في الورقه عندك يا ابني. مش مكتوب اسم انا؟ صورتين بتوع مين؟ يوجد اربع اختلافات بين الصورتين لعز الدين عتائي بملابسه الداخليه. الو ايوه مختار بيه انا حواضين. انا قاعد اهو مستني محدش جه خالص. بس انا خايف يا بيه انا خايف. طب انت دلوقتي يا عمري هم جايين في الطريق. اقول يا بيه هم معهم عربيه جيب؟ ايوه هم وصلوا هم. مع السلامه انت بقى. سلام يا باشا. افتح للرجاله. حاضر. خايف الحاجات دي تجيب لنا امراض يا ريس. لا لا ما تخافش الكلام ده بعدين. ابقى خاف لما ناخدها من انطوان. مين انطوان ده يا ريس؟ بقى اللي تخاف لما تاخد اي حاجه منك. ده كل اللي جوه يا ريس. اوكي يلا يا شاكر على اسكندريه. حاضر يا ريس. الحمد لله على السلامة يا دكتور. مش ناسي دي؟ مطرب وملك الأغنية، ظابط مثبت حرامية، مطرب وملك الأغنية، ظابط مثبت حرامية، مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. ضحكتونا ولمونا، ثلاث مواهب مدفونة، بس ما تيجي اللهم اغسك يا اسطى. الراجل العنب عسولة عامل عمايل مش معقولة، الراجل العنب عسولة عامل عمايل مش معقولة، تعشقوا قوي من الحلقة الأولى وتقول عدوات كمان وكمان. بكرة برضو استنونا مع حكايتنا المجنونة، برامو تيسير وعصفور حيضحكوا في اللي جابونا. هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا، بكره هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا، نفسنا نضحك زي زمان الضحكة الحلوة وحشتنا. يجيب خاله يجيب عمه ده صارف الفيل ولا بيهمه، اتفرجوا على خفة دمه ده في رمضان عامل قلبان.